هادشي اللي تيبغي الخاطر ها نتوما. خاص اول حاجه السلام عليكم، ملي تبغيو تروضوا شي فريخ خاص يكون البلاصه تكون بحال هكا، يعني ما عندوش فين يهرب. صافي كتحطوا الفريخ ديالكم في الارض وكتبقى تعطيه صبعك هكا خاصو يطلع. هذا باقي شويه تيخاف، نعاودو معاه عاوتاني المحاولة حتى يطلع. يلا هاشي 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 طلع طلع ها ما طلع، باقي متيطلعش على الصبع ولكن خصنا نعلمو يطلع هاك. تعاود تعطيه صبعك عاوتاني. أنا راه ما مقطعش ليه الحجناوح، حيدتهم ليه. هذا راه باقي يلاه يلاه مفطوم، يلاه ولا تياكل ومولاه ما كانش كيلعب معاه وشويه ما مولفش بنادم. حيت لي غير الجنيوحات الربعه، حيت لي ربعه الجنيوحات الاولين من هنا ومن هنا وصافي خليته. صافي كتعاود تهبط الطويل ديالك اللاط، حطو بحال هكا، حاول تكارسي. هذا اخوانك الا كان فريخ كبير ما ننصحكمش تخدموا معاه بلا ليغات، ضروري من ليغات لان راه العضه ديالو راه خايبه. هذا مازال صغير مازال ما تيعرفش. ممكن نعاودو مع المحاوله يطلع الصبع. يلا زيد طلع 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 شي باقي تيخاف. طلع زيد زيد ها نعطيه الصبع. صافي خاص تخليه شويه على هذا البوزيسيون هذه باش يولف. عاود عطيه عاوتاني الصبع يطلع فوق. حاول تكاريسي مرة مرة. طلع هنا بشوية بشوية نبقاو مع الطويل حتى غادي يتعود. نجي نجيب لكم الطويل الاخر. هذا كما تشوفوا هذا مولف، هذا نحطوه هنا. هذا درويش، هذا طلع طلع بوس بوس. انتم كما تشوفوا هذا ديجا دريسي. هذا شي دابا شاف الاخر اش بغا يطلع. اي تصب هانتوما او معاه بحال هكا. اجي انت طلع شوف هذا كي تيطلع بالزربه. ها هبط اجي انت هنا اجي طلع. يلا طلع شتو هذا الغزال ديالي. هذا ها هو هاك كيكي. يلا هبط هذا اللي باقي شويه راسو عاصي. ايش ايش اجي انت ايش طلع هكذا. زيد هنا زيد هنا زيد هنا اجي ابو بيز ونحيدو هذا. سير هبط اجي هنا وشو شو غادي تكبد لي هذا. حيدي خلينا ندريسو الفرخ. يلا حيدي ماشي بشوية بشوية مع كل نهار تخدمو معاه 10 دقائق ولا نص ساعة حتى غادي يدريس. حيدي يلا صافي شاش قلبي دوزي لتجي. يلا نحطو عاوتاني طلع 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 هنا طلع طلع اجي شو دابا شوية هو بشوية بشوية تخدموا مع الطوير ديالكم حتى يوصل النيفو اللي بغيتو ليه.
عجبني عجبني صراحه.